دلوقتي خلينا نروح نصبح على دينا الشرف عشان تعرف منها على اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات، وكمان نسالها سؤال الحلقه. دينا صباح الخير عليك. صباح الفل يا جمانة. صباح الخير يا شاذلي. صباح السعاده والتفاؤل يا رب. دينا بقول لنا ايه المواقف الطريفه اللي انت شفتيها او حصلت معاكي على السوشيال ميديا؟ بصي، وانا ماما بالنسبه لي هي الدعم الاكبر على السوشيال ميديا. يعني انا انزل صوره، انزل بوست فيه كده لازم جملتين تاتا تشجيع، ويعني سندريلا يعني فاهم، حب بلا حدود كده، هي دي الام، الدعم الاكبر. لكن كان اخر موقف فعلا كان عيد ميلادي من كام يوم، وهي شافت ان كل اصحابي عاملين ستوري على انستجرام، وهي مش عارفه تعملها ازاي. هي تقريبا فضلت ساعة على التليفون مع أختي علشان تعمل ده، وفعلا عملته، بس ما عملتليش منشن. نزليها عندك. طب أنا هنزلها عندي. والله كتر خيرها أصلا. بصراحة فأنا عملت فعلا، يعني سجلتها ونزلتها فعلا، وبعت لها قلت لها ماما أنا عملتها لك زي ما أنت كنت عايزة بالظبط. فرحت جدا. لا وخلاص وتعلميها بعد كده. بس هو فعلا يا حبايبي هما بيبقى يعني دي التسلية بتاعتهم دلوقتي، زي ما أنتوا قلتوا كده، بيعرفوا منها معلومات حتى لو معلومات مش صح كتير، بس بيستفيدوا جدا. بيسألوا نفسهم بس. خلينا نقول كل سنة وأنت طيبة برضه. وأنت طيبة حبيبتي. ميرسي ليكوا. بس فعلا هما يعني كبار السن وأهالينا بيحبوا قوي دلوقتي السوشيال ميديا يمكن أكتر مننا. يعني لما بروح نقعد معاهم ماما سيبي التليفون خليكي معايا شويه، لان هم فعلا خلاص بقت عاده بالنسبه لهم. وزي ما جمانة بتقول كده، لما النت فعلا بيحصل فيه اي مشكله، لا بيحصل قلق كده، لا انا زي الاطفال بالظبط. فهم دي متعتهم الوحيده، وربنا يخليهم لينا. مهما كان في مواقف طريفه بقى حبيبتي ونبي، طنط كذا كتبت لك كومنت، يا ريت تخشي تردي عليها عشان مش عايزاها تبقى زعلانه منك. ده متواصل، ممكن اكون في الشغل ويجي تليفون زي كده، بس ده من حرصها الشديد جدا عليا ان انا افضل الناس بتحبني كلها، مفيش حد زعلان مني، لان هم بيقيسوا دلوقتي معايير الصداقه والحب من خلال السوشيال ميديا والكومنتس اللي راحه جايه ما بينهم وما بين اصدقائهم.